تحيات قاهرة للزيوت والصابون، وماذا نرى لهذا السهم الذي ما زال يتداول فوق منطقة وفق الصالح؟ احنا كنا قلنا مستويات ال 20 قرش دي بالنسبة لنا لو كسرت هنخرج من السهم، والسهم ما زال زخم البيع عليه قوي. احنا عملنا دورة سعرية، ده كله كان دورة سعرية بالنسبة لنا، كنا نتوقع ان احنا هنرد من مستويات ال 50 فيبو اللي كان عندها منطقة دعم قوية جدا، ولكن السهم كسرها، كسر بديل شمع، ممكن يعمل ردة فعل إيجابية بسيطة وبعد كده يكمل في الاتجاه الهابط، وأتوقع إن السهم ممكن يكمل معانا لمنطقة الإنعكاس اللي ما بين مستويات ال 17 قرش لحد مستويات ال 15 قرش. أعتقد إن الدخول في السهم في المستويات الحالية هيكون صعب جدا جدا، لو أنت جوه السهم وعمل عليك إنعكاس قوي ممكن تصبر تعمل تبديلات عكسية من عند مستويات ال 17 لحد مستويات ال 15 قرش، لأن السهم لسه مازال له أهداف سعودية. ليه؟ السهم عمل لي كل الموجة دي، طبيعي يعمل تصحيح عنيف وبعد كده يكمل ويدينا رالي قوي جدا، رالي قوي جدا ده ممكن يكون ما بين مستويات 61 لحد مستويات 78 فيبو، رغم اني شايف ان المنطقه دي منطقه قويه جدا جدا اللي عنده مستويات 17 قرش اللي ممكن ننزل نرتكز عندها ما قبل تقبلات الاتجاه الصاعد. يعني لو انت كنت مشتري السهم ب 30 28 27 قرش خلاص اصبر لحد ما السهم ينزل شويه وبعد كده تعمل تعزيز وبتستهدف بعد كده دوره سعريه اقوى واعلى. هنفرض وخلينا نمشي مع بعض عشان لو انت الآن، خلينا نمشي مع بعض ونقول ان السهم نزل يا سيدي لحد اخر المنطقة، نزل لحد مستوى 15 قرش، فانت بتستهدف اصلا مستويات ال 200 فيبو كهدف لكل الدورة السعرية او 161 فيبو اللي هي مستويات 50 قرش، لكن على المدى الطويل ما زلت اتوقع ان السهم هيطلع يعيد اختبار اخر منطقة انهارت منها الاسعار. المنطقة دي انا بالنسبة لي المنطقة دي مهمة قوي، اللي هي المنطقة اللي عند مستويات 75 قرش، ما زلت شايف ان السهم على المدى الطويل هيطلع ويزورها، ولكن الصبر هو ده مفتاح السهم ده. السهم بطيء جدا وتقيل، ولكن هيكلة التصحيح دايما بتاخد وقت طويل قوي ما قبل العودة في الاتجاه الصاعد، وبالتوفيق.